ممكن تطبخ لنفسك ولا لا؟ يعني لا لا اعرف اعمل حاجات لنفسي، بس ايه في رجاله يقول لك ما اعرفش اسلق بيضه مثلا. والله يعني انا ربنا يخلي لي والدتي واخواتي، يعني هم مش مخليني بصراحه عايز حاجه في الحته دي. بس انا مش يعني مش بعرف اطبخ يعني، ما وما عنديش خلق. هم ليهم برضو مقادير معينه، انا ممكن احط ملح زياده فتعقد من الموضوع، حاسس ان هي مقادير. فالموضوع طبعا يعني، وبرضو انك تاكل من ايد ستة احلى بكتير جدا يعني من 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 انت تعمله بايدك. ولا يعني اخلي بقى اعمل حاجات خفيفه بصراحه. مره حاولت اعمل جمبري اللي هو بيبقى في ميه بيبقى مسلوق كده تقريبا، هو ده. لا والله نجحت فيه بس ما جربتهاش تاني يعني، هي جت في حاجه ناقصه بس يعني كلت يعني. ف موضوع الكاراتيه خدت بطولات، وصلت فيه لحد فين؟ وليه ما بنشوفش ده على الشاشه؟ ما بنشوفكش في ادوار كده يعني. ان شاء الله تشوفوا حاجات حلوه في المسلسل الجاي يعني، ده اول مره احرق حاجه في حياتي. فان شاء الله تشوفوا حاجات كويسه يعني في المسلسل الجاي، ملف سري رمضان 2022. انا طول عمري بلعب كاراتيه، وراثه عن والدي، هو اللي علمني، وهو سبب كل حاجه حلوه بتحصل لي يعني. فهو علمني الكاراتيه والسيلف ديفنس، هو المدير الفني لمنتخب مصر، فخدت منه بقى الموضوع وراثه. بس بطلت وانا في الكليه. بطلت خالص من وقتها ولا؟ بس بطلت كلاعب احترافي يعني. خلاص ان انا اشارك في بطولات بطلت، وقررت بقى ان انا اركز اكتر في التمثيل، وانا خريج اعلام، فاركز اكتر في الكليه ودراستي، وابدا بقى اركز في حياتي العمليه اللي انا اخترتها يعني. مش هنقفل اللقاء قبل ما نعرف تفصيله مهمه عن ملف سري. بتقول ان هيبقى فيه اكشن، هيبقى فيه مساحه دور اكبر، عايزين بقى التفاصيل كلها. والله هو اولا ملف سري بالنسبه لي مسلسل قريب لقلبي لاسباب كتير جدا يعني. اولا عشان ده شغلي طبعا، انا بحب التمثيل، ودي الحاجه اللي انا بامتهنها، فطول الوقت عندي شغف ان انا اقدم حاجات جديده. ان انا كمان بقى بتعامل مع ناس ليهم معزة كبيرة جدا جدا في قلبي. بتعامل مع شركة فنون مصر يعني، وعودة ان شاء الله كبيرة كالعادة. الشركة اللي قدمتني يعني، واللي ربنا جعلها طبعا طبعا، الشركة دي اللي ربنا جعلها سبب حقيقي في اني اكون موجود. وانا بكن ليهم كامل الاحترام والتقدير. ومش بس انا يعني، هي قدمت نجوم كبار وصعدتهم، قدمت وجوه جديده كنت انا حد منهم في الاب الروحي، وفضلت انها تساعدنا. يمكن كمان عايز يعني مستر ريمون مقار طول الوقت بيتعامل معانا بشكل مش بس ان هو عنده قدره مهنيه وفي العمل محترفه، لا هو كمان من الناحيه الانسانيه كان بيهتم ان كل ممثل من الشباب اللي طلعوا في الاب الروحي يفضل متابعهم، يفضل يدعمهم طول الوقت بشكل مهني وبشكل شخصي. فتعامل بروح الاب معانا، ودي كانت من الحاجات اللي اسعدتني طول الوقت. وسعيد جدا ان انا بشتغل تاني مع الشركه. بتعامل بقى مع محمود حجاج، استاذ محمود حجاج المؤلف في المسلسل، صديق واخ عزيز جدا وغالي على قلبي. سعيد ان هو بيعمل مسلسل بالضخامه دي، وهو كمان مهتم مش بس على شخصيتي، كل شخصيه في المسلسل هتلاقي عندها الجوانب اللي انت بتعيشها في حياتك يعني. هتلاقي الدراما، وهتلاقي الاكشن، وهتلاقي كل حاجه انت بتعيشها في حياتك بجد. انت في يوم من الايام ممكن تبقى تتخانق خناقه كده صغيره مع صحابك بتاع، فده في حد ذاته انفعال وصراع بيحصل. ده موجود مع كل شخصيه، شخصيات اكتر حقيقيه طول الوقت. ده عجبني جدا جدا في الورق. استاذ حسن البلاسي طول الوقت بيحاول يقدم صوره جديده. سعيد جدا بالتعامل معاه في ادارته وفي اللوكيشن، وان احنا كل ممثل يقدم الشخصيه زي ما مكتوبه. فبصراحه انا ككرو يعني الحمد لله يعني محظوظ جدا جدا ان رمضان ده انا بشتغل مع الكرو ده بشكل كامل. واتمنى ان المسلسل ينول اعجابكم.
واتمنى ان الشخصيه تعجبكم يا رب. و الرئيسي مع والله الصراع والله مش عارف يعني مش عايز احرق برضو يعني انا اديتك حته كده والله برضو ما احنا لو قلنا حاجه هيبقى معاني سلامه خليها كده الناس تتفاجئ يعني خليها كده حاجه. طب انت الجانب الشرير نقدر نقول بغض النظر عن القناعات والتبريرات الجانب الشرير والله صدقني ما تشوف ان شاء الله المسلسل هتلاقي بني ادمين بجد بيتعاملوا طبيعي. ما هي بالظبط بني ادم له جانب فيلن وجانب لا انت هتلاقي فعلا بني ادم يعني مش انا والله بس انت هتلاقي اصل دي الحقيقه والله بجد. عايز بس اقول لك على حاجه عشان هو مش جانب شرير هو جانب بيدافع عن حقه فدي دي يعني بس طبعا ما يتقالش انت قلتيه ده برضه لا 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 عشان بس اه انا الجانب اللي بيدافع عن حقه مفيش مشكله. يلا طيب قول لي بقى يعني انت الجانب الشرير في الموضوع؟ لا مش فكره الجانب الشرير. انا من شويه قلت لك ان كل شخصيه عندها دوافع طول الوقت بتشتغل عليها وعندها صراع طول الوقت ان هي بتحققه ف ده اللي هتشوفه برضو في الشخصيه دي ان هي عندها دوافع مع ابطال في العمل وعندها صراعات طول الوقت مع ابطال العمل فده هتشوفه على الشاشه. فاهم قصدي؟ مش ما اقدرش انا والله انا بجد فعلا ما بقدرش اقول ده الجانب الشرير وده الجانب انا ما ببصلهاش كده انا ببص للشخصيه كبني ادم هشتغل عليه. فاهمني؟ انت عمرك عشت صراعات في حياتك وكنت مضطر انك تبقى غير مهم عشان تجيب حقك؟ لا طول الوقت بتعامل بطريقتي عشان ما ندمش. انا بخاف من الندم جدا. عمرك ما ندمت؟ ااا أه عشان كده بقى بدات ان انا بحاول ان انا اكيد ندمت في حياتي في حاجات كتير بس والله جات لحظه ندمت ان انا بطلت كاراتيه. بعد كده رجعت واكتشفت ان لا يعني ده كان قرار المفروض اخده عشان اركز في حياتي. يعني لو انا بقيت هنا وهنا وهنا مش هعرف اعمل حاجه او مش ممكن ما اقدرش ان انا اركز. فلقيت مع الوقت ان لا بالعكس يعني الحمد لله. فعشان كده بحاول طول الوقت بسبب خوفي من الندم ان انا اعمل اللي عليا في اي حاجه للاخر في كل حاجه في حياتي بحيث لو ما توفقتش ما ارجعش بقى زعلان ويا ريتني. ما بحبش كلمه يا ريتني دي خالص بكرهها بقى. فاهم؟ النضاره مكمله معاك حكايه النضاره؟ لا والله يعني هي مكمله في حاجات في حياتي عاديه بس انا الحمد لله نظري قوي يعني مش نظري ضعيف ولا حاجه بس عبى عشان لو النور مثلا عالي في وشي او حاجه بلبس النضاره بريح عيني بس شويه يعني هي بالنسبه لي كنوع من الراحه يعني يعني العدسات هتلاقيها عشان الاضاءه اكتر. في اي حاجه جديده تجهز لها تاني الفتره الجايه؟ حاليا هو ان شاء الله ملف سري بقى خلاص رمضان قرب اهو ويا رب ان شاء الله. لا يعني صورت حبه يعني ممكن يبقى في وقت مع البيت ولا والله على حسب بقى. هل لو يعني السنه اللي فاتت ما كانش في وقت خالص مع البيت السنه دي والله على حسب هل هنكمل تصوير لان احيانا احنا بنكمل في اعمال بنقعد لحد رمضان لحد كمان اخر رمضان. طبعا فانا بقى وحظي يعني هل لو ديكوراتي خلصت بدري فالحمد لله ما خلصتش فانا مكمل يعني نورتنا. العفو نورك طلعنا لا خالص بالعكس انا اتبسطت بيك جدا الله يخليك يا رب اشكرك شكرا ليك جدا.